وينك يا أمي؟ لك ابني ده خلقي من البيت وقلت بطلع بغير جو. تقليلي وينك هلأ مشان ابعت واحد من الشباب يجيبك لهون. ماشي؟ طيب. ولا عاد تعملي هيك يا أمي. أنا ما رح لف ودور عليك يا نعمت. يلي قلت لك يا مبارح بعمله. ابني يعقوب لازم يعرف اليوم انه انا امه الحقيقية. انا مقدرة ظروفك ورح خبره. رح يعرف بس مو هلا. بالوقت المناسب. اجلي لي اياها. سبب؟ ليكي يا سعاد. انت لسه ما بتعرفي ابنك يعقوب. مظبوط. ورح تعرفيه منيح. بوعدك بهالشي. بس اعطيني شوية وقت. زياد صحته مالا منيحة. إذا أنت هلأ طلعتي وخبرتي يعقوب فجأة رح يعصب كثير ويطلع يواجه أبوه وما بينحزر عليه كيف رح يحكي معه. يعقوب لما داري أنه مو ابني ضغط على زياد كثير ليقول له الحقيقة. وحياتك زياد بيك رح يموت من قهره. شو بدك استنى يا نعمت؟ زياد انفلج وصفي على الكرسي ومو مبين إمتى رح يتعافى. أنت على مين عم تضحكي؟ أنا ما عم أضحك عليك بنوم. خليني كمل كلامي. لسه في أمل لزياد بيك يتحسن. رح يعمل عملية هلا بس الدكاترة قالوا قلبه ضعيف كتير. بس قبل ما يعمل العملية لازم يقوى قلبه وبس ترجع له صحته شوي نحكي بكل شي حسب الأصول. بس هلا مستحيل. ليكي إذا أنتي بالماضي حبيتي زياد بيك ولو شوي من قلبك استني ليعمل العملية. تعال شوف. يلا يا عمري. برافو عليك حبيبي. هون محطوطين كل كتب التلوين تبعك. انت لازم ترتاحي وتاكلي لك لقمه. العصفوره تبعي قالت لي انك ما اكلتي شيء وما اخذتي الدواء تبعك. انا كنت مفكره سوزان لسانها قصير بس طلعت مالها قليله. هلا المهم تاكلي. طيب لا تقلق باكل. توعديني؟ بوعدك. انت لازم تضلي منيحة لحتى نكون مناح. انا ومراد ما فينا نعيش بدونك. هيك هو قال لي. انا كمان ما فيني اعيش بلاكم. ما فينا نطول هون كتير. ماشي مراد؟ أنا رايح ما بطول. دير بالك على أمك. ماشي؟ طيب. دخيل عينك. فكرتي كثير بالموضوع؟ أنا حكيت يلي عندي. هذا وضع. احكي شو هو قرارك؟ يلي بدك إياه بصير. بستنى شوي لحتى زياد يعمل العملية وما رح أحكي شي ليعقوب بهالفترة. هيك بتكوني عملتي عين العين.
ومثل ما انك شايفه انا ماني ناوي احرمك من ابنك او ما خبره بنوب. اصلا ما فيك تعملي هيك يا نعمت، لانه ما في شي بيضل مخبى لاخر العمر، وبالاخير كل شي رح ينكشف، واذا مو اليوم بكره. من اول ما اخذتي زياد وانت قاعده ومرتاحه ببيتك وما حدا بضايقك، هلا صار دورك تتعذبي شوي بسبب فعايلك اللي عملتيها. اي مو بس انا، كل عيلتي عم يتعذبوا. صار لك مدي ما عم تخلي حدا فينا يرتاح، وانت عم تحركشي بالماضي. لا تفكريني ما فهماني عليك، انت ورا كل شي صار. بعتي اول رساله تهديد وبعتي ثانيه بعدها، ما كفاكي شعلتي النار ببيتي وحرقتيه. المهم هلا اتفقنا على كل شي، من اليوم ورايح خليكي بعيده عن عيلتي. ولي ولي ولي، شو اللي صاير معاي؟ وفكرة أنا يلي عاملته منيح؟ خليها تفكر، بلكي بيصيروا يخافوا مني أكتر. يلا أخي بشوفك بالمخفر. ماشي عمران. وليد، ما بدي حدا يخطي خطوة واحدة برات البيت، ماشي؟ ما بدي تتكرر نفس الغلطة؟ والله أنا منعتها تطلع، بس لما الست نعمة قالت إنه حضرتك بتعرف ما قدرت إلا لا. اسمع، شو ما كان السبب، ما حدا لازم يطلع برات البيت أبداً، فهمت؟ تفضل. حاضر يا بيك. سليم؟ وين رايح؟ أنا رايح على الشركة عمي. أنا ما قلت ما حدا يطلع برات البيت، شو بدك تروح تساوي؟ لما قلت ما حدا بيطلع من البيت فكرت إنه يعني أنت ما شملت حالك بالحكي؟ أنت مالك من هالبيت يا ابني؟ خليك ودير بالك على البيت بغيابي. يلا لشوف. حاضر عمي عمران، لا تاكل هم ابدا. بعينك الله على القعده بين النسوان، الله يكون بعونك سليم. يلا بقى حبيبي، غمض عيونك منيح. انت فقت الصبح بكير يا عمري ولازم تنام شوي. بس انا ما فيني نام هيك. اوه طيب، انت شلون بتنام؟ شو لازم اعمل لك؟ لازم تحكي لي حكاية حلوة. لكن ما بتنام لتسمع حكاية، ما هيك؟ طيب شو بتحب احكي لك؟ احكي لي من القصص اللي كانت تحكي لي اياها ماما ديما. شو اسمها؟ ها هاي عمته مراد، بده احكي له حكاية قبل النوم وعم بيفكر انه حكاية بده. ايه بدي تحكي لي حكاية الاسد، امي ديما كانت تحكي لي اياها. بس انا والله ما بعرفها حبيبي. بس امي ديما بتعرفها. طيب حبيبي انا بكره بحفظها وبيجي بحكي لك اياها. رفيف ابنك مو ناوي ينام اليوم، ولهيك عم بيصعب الحكاية مو؟ يلا قوم لشوف يا ازعر، انزل لتحت، روح اقعد مع جدك. دير بالك لا تركضها. لا تزعلي رفيف، هن بهالفترة بيكونوا تعودوا على بعض كتير، صدقيني هديك الأيام رح تنتسى. صحي وينو عمران؟ راح عند الشرطة؟ لا بنوب، راح لعند ديما. بالحقيقة عمران خايف على إنجي وهذا حقه، بالنهاية هي بتضل بنته وطبيعي يروح يشوفها، وهي راحت مع ديما لهيك هو مجبور يروح يتطمن عليها. بعرف يا مريم، بعرف كل هالحكي وما عندي مشكلة. انجي هلأ بعيدة عن أبوها وحقه يروح لعنده ويطمن عليها كل فترة، أنا مستحيل أمنعه عنها، قلبي ما بيطاوعني، خاصة عم نمرق بأيام صعبة وشايفة هذا الشي بعيني، وعمران معه حق. هلأ انجي وديما مثل اللي معرضين للخطر. بس كل مرة بينذكر اسم ديما قدامي بتوتر، ما بعرف شو بصير، ضل مزعوجة، ما بقدر، عم بتضايق. مو وقته يفضى شحنه. شو صار؟ اجى الدكتور ما قال لك شي جديد؟ لا يا أمي، صار ألف مرة قايلنا لا تتأملوا كتير، أنت لازم تقتنعي بقى. أنا ما رح أقتنع أبداً. رح يضل عندي أمل إنه يتعافى لآخر نفس بيطلع من صدره. شفت كتير ناس بحياتي الله عافاهم قد ما بيدعولن أهلهم. أنتي كمان بدل ما تحكي هالحكي ادعيله شوي، بضل أخوك الكبير.
والنعم من هالأخ. بحياتي ما شفته مسك لي إيدي، ما في مرة إجا سألني شبك. أصلا كل اللي شفته فيهن 10 مرات، لك حتى ما بعرفه منيح مثل العالم والخلق. ما في جواتي أي شعور تجاهه غير الخوف منه. بحياته الأخ ما حقد على أخو يا بنتي، القدر لعب بحياتكن وأبوك اللي فرقكم. ما في حدا بيقدر يخلي الإخوة يفترقوا أمي إلا إذا هنن بدون هالشي وحابينه. لو كان عنده شوية حنية كان اطمن علي، بس ما سأل. هلأ هو بالنسبة إلي مثل أي حدا غريب عم ينازع، لهيك لا تتوقعي مني أعمل له شي. لا رح تعملي، لأن محمود أخوكي قطعة منك والدم بعمره ما بصير مي. لا تخليني أزعل منك بنتي، محمود رح يتحسن إن شاء الله، وساعتها رح ضم كل أولادي ورح أجمعكن من جديد وحطكن تحت جناحي. رح ترجعوا تحبوا بعض مثل كل الإخوة، رح تداروا على بعض وتخافوا على مصالحكن. اللي بيسمعك بيفكر عندك 5 6 أولاد، عندك محمود وأنا، ما في غيرنا. هلأ فيني أمشي أمي؟ بدي نام، حاسة حالي تعبانة كتير. طيب روحي نامي. كان يلي عم تتصل فيه، إذا ما عم يرد معناها مو فاضي. ليش لا ترجع تدق لهالدرجة التليفون مهم؟ ما راح تبطلي شغلات التحقيق. يعطيكم العافية. راح جهز لك الشاي فورا. لا أنا مو مشان هيك إجيت. خالي أسير؟ نعم. صار عجقة بالبيت، فيني نام عندكم شوي؟ إي طبعا خذي راحتك، بس استنيني دقيقة بغسل ايدي وبجهز لك تخت لتنامي فيه. مو مشكلة، انتي كملي شغلك، سليم بيروح معي. اه منروح، بعطيك شي حرام وبرجع دغري. منيح، بكفي اصلا ما في برد. اسير رسيني خليني صدق اللي عم بيصير. قولي لي هي حنان اللي بنعرفها وحابة تنام بالملحق تبعنا؟ شو بيعرفني يا غصون؟ أنا كمان ماني مصدقة يلي صار. أختي اسمعي، ما تكون هالبنت حابة ابنك. شو هالحكي يا بنت؟ بصير أكيد هي حاطة عينة عليه. ما قالت لك إنه بيطلع بفوت مع بنات؟ مبينة إنه غيرانة عليه. لا الله يبعدها عنه. لا ما في هيك شيء. إن شاء الله. هي لرفيف ما؟ ايه؟ هاتي أنا بطالعة. حبيبتي رفيف، أنا هلا كنت جاي لعندك، شفتك ما نزلتي فقلت بطالع لك شاي على غرفتك. ليش عذبتي حالك؟ يسلموا، أنا ما جاي على بالي شي ابنه. بعرف إنه كلنا توترنا وعشنا بجو خوف، بس إذا منضل إيد وحدة رح نواجه كل شي، ما هيك؟ معك حق. انتي بيكون مشغول بالك على عمران كتير، دريت انه رحلة عن ديما. بس لا تتضايقي حبيبتي، انتي كنتنا الاساسية. احذري شو خطر ببالي؟ قلتك عمران ممكن يجيب ديما وانجي على القصر مشان يحميهن من الخطر. شكرا، نحن اعصابنا مو متحملة شي وانتي جاية عم تحكي بهالموضوع. امي انتي ليش هيك فجأة اختفيتي؟ نحن أكلنا 1000 بهدلة من عمران مشانك. طلعت شميت هواء،
لا تكبروها وما حدا بيطلع له يحاسبني. شرفتينا. شرف إلي نعمت خانم، والحمد لله على سلامتك. هون الوضع بخوف كتير. اهدي شوي واحكي لي كل شي صار. أنا فقت الصبح على صوت التليفون، رديت بس اللي دائق ما رد علي. قلت لحالي بجوز الرقم غلط. بعدين صار كل نص ساعة يدق لي من خط أرضي وما يرد، بيستنى ليسمع صوتي وفورا بيسكر الخط. تعبت أعصابي بوقتها، حكيت اللي صار لرجالك، قالوا لي رح نهتم بالقصة. وإنجي كانت متضايقة، طلعت على الحديقة لتغير جو. نحن عم نلعب بالحديقة شفت واحد ماشي بالممر، ندهت لرجالك جربوا يلحقوه بس قدر يهرب منهم. ممكن تكوني من خوفك تخيلتي هالشي؟ لا، كان عم يراقبنا عمران، كان عم يراقب بنتك بعيونه، كان زلمة طويل وشعره قصير. أنا كيف بدي أثق برجال اللي برا بعد اللي صار؟ أنت لازم تعمل شيء. تخيلي حاولوا يأذوا بنتك. إذا جاب ديما على هالبيت أنا ساعتها شو بدي أعمل؟ ما رح تجي. ما قلتي حاط لها حراسة على باب بيتها؟ بيشوف بنته وبيجي، أنت اطمني. سوزان، شو ما عم تستوعبي؟ نحن هلأ بخطر، كلنا مهددين حتى إنجي. وطبيعي عمران يخلي بنته تحت عينه بهالفترة. بس أنا خايفة أجيب ديما ويقعدنا سوا بنفس البيت. أوف يا ربي، أنا ما بتحمل أقعد أنا وياها ولا حتى دقيقة. رفيف، ممكن تريحي أعصابك وتحاولي تنامي شوي هلأ؟ شو صاير معك من الصبح ماسك هالموبايل؟ أنا اليوم كنت موعد ملك، بس لما عمران بيك منعني قلت لخبرها. بتكون زعلت هلأ وعم تستنى ترد لتبرر لها؟ بيكون خلص شحن موبايلها، بس أنا بعدت لها مسج بس تشوفها بدي قلي دغري. إن شاء الله. طيب هي المخدة هون والإحرام كمان، إذا ملازمك شي مني أنا لازم أرجع. أنا بصراحة كنت ناوية أكل قبل ما نام هون، بس خلص بدبر حالي. لا تعي، شبك حنان، أنت ضيفتنا معقول هيك؟ أنا رح جهز لك أكل فورا، استني. طيب خدي راحتك، كأنك ببيتك الصغير. موبايلي هلأ رح يفضى شحنه، أنا وصلت وعم بستنى. ماشي، خمس دقايق وبوصل عندي.
آخ يا زياد حبيبي، شايف اللي عم يصير؟ أنا طلع مالي حظ بهالدنيا أبدا، سامعني ما هيك؟ ما مشي الحال، شو ما عم أعمل عم يفشل. قديش قعدت وترجيت ربي ودعيت لك بس لهلأ ما استجب لي. اللي شو طالع بإيدي؟ وهديك الحية رفيف رجعت على بيتنا يا زياد. بالسنين الماضية كنت فاكرة حالي خلصتك منا وما عاد نشوفها وارتاح بالي، كسرت الشر وقعدت اهتم ببيتي، بس لقدر لعب لعبته ورجعها على بيتي. سعاد رجعت طلعت لنا. ايه سعاد ما غيرها، هي اللي عم تحاول تهدم بيتنا وعيلتنا فوق راسنا، هي اللي قاعدة طول هالوقت عم تحرمنا من راحة البال وما رضت تحل عنا. طمنيني، قررت توافقي على عمليته لمحمود؟ تعال اقعد ابني، بدي احكي معك بشغله مهمه. حاضر. مراد حبيبي، مراد تعا خلينا نلعب بأوضتنا. أنا مليت من الأوضة، خلينا نلعب بالحديقة. ما فينا نلعب بالحديقة اليوم، بابا ما بيسمح لنا نتحرك لحتى يجي. ليش بقى؟ أنا ما بعرف ليش، بس ممنوع نطلع على الحديقة لحتى بابا يسمح لنا. مراد خلص يا عمري، ما بيصير نخالف كلام بابا. مراد بتحب أشر لك تفاحة؟ شو أنا جولنار؟ جولنار هي بتعرف تقنعه، أصلاً هالأزعر ما بيسمع كلمة حدا غيرها. جولنار وديما، يلا أنتي طلعي ارتاحي، مبين الولد تعب كتير. كنت متخيل إني رح أسكن ببيت المستقل، لهيك عطيت إجازة أسبوع لجولنار. معناها مو مكتب لك ترتاحي حبيبتي رفيف، يعني ما في حدا يدير باله على الولد. بس جد في شي مو طبيعي، يعني لسه ما رجعتي لعائلتك؟ ليكي شو اللي صار فينا وكله بسببنا، وأنا عن جد مهورة عليكم. لا تنقهري شكراً، الأهم تكونوا بخير وما بدي شي تاني ابني. مفهوم. بابا أهلا وسهلا. أهلا فيكي. شكرا بابا لأنك جبت لي أختي وماما ديما. يا روحي اشتقت لك كتير، أنت كمان اشتقت لي حبيبي؟ طبعا اشتقت لك. شو يا مراد البطل، ما بدك تلعب مع أختك؟
أنجي حبيبتي. يعني نحن اجينا هيك فجأة بس ما نكون زعجناكم. ديما أهلا وسهلا. يلا لعند عمتك. تعي لشوف يا حبيبة عمتك، اشتقت لك، دخيلها الريحة ما أحلاها. كل روح ديما ورجاتها ما أكلت يوم، ما هيك؟ بصراحة أنا كنت عارفاني إنه عمران أكيد بيرجعها بسرعة، بالنهاية هي أم بنته وهون كمان بيتها. أنجي تعي نلعب. كيفك حياتي؟ أنا منيحة عمران. عمران؟ أنت صار لك زمان جاي؟ لا هلا أجينا. منيح ابني، منيح إنك رجعتهم على البيت، والله عملت عيني العقل. ما كان بدي نجي بس بتعرفي انجبرنا بعد اللي صار، يمكن جيتنا زعجت كثير ناس. شو هالحكي اللي بلا طعمه يا بنتي؟ ليش أنت غريبة يعني؟ ما بصير تضلي لحالك بعيدة بهالوضع الخطير، هذا بيتك ومطرحك. أمي فينا نحكي شوي أنا وياكي؟ طبعا. نعم عن جد؟ وينهم هلأ؟ ايه خلص مفهوم، شكرا لك. عمران ليكون في اخبار مو منيحه، احكي شو صار. قدروا يوصلوا لناس بيشتغلوا مع محمود وهلا عم يحققوا معهم. طيب بين معهم شيء؟ لسه التحقيق مستمر، ما بين. عمران بركي مو هن اللي ورا هالقصه. والله شي بيخوف، مين يا ترى؟ واضحه الشغله مريم، ما في غيرهم هن. اذا جماعه محمود فهن هلا مع الشرطه وما في شي بيخوف لانه رح يتعاقب، بس المصيبه الكبيره اذا ما كانوا هن. مو مشكلة، أنا رح حل الموضوع شخصيا. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ أنت شو لك شغل مع ناس مجرمين؟ ترك الشرطة يشوفوا شغلهم معه. رفيف لا تضلي زعلانة. أنت ليش ما خبرتني عمران؟ ليش ما قلت لي من قبل إنه بدك تجيبها؟ كل شي صار بصراحة. أنا ما كنت مخطط يا رفيف لهالشي. لما رحت لعندها هي كانت خايفة كتير، قال في ناس عم يراقبوا البيت وعم بيجيها اتصالات من أرقام مجهولة، وضعها كان مو منيح، ما كان فيني أتركها. لشو الخوف؟ مو أنت كنت حاطط حراس حوالين البيت، يعني ما في داعي للقلق. بس أنا مالي هنيك رفيف، يعني مالي جنب بنتي، ما قدرت أتركهم لحالهم. اسمعيني شوي، بعرف إنه هالوضع مو عاجبك بس حاولي تتفهمي. لك أنا حابب أكثر منك إنه نرجع بسرعة على بيتنا ونضل أنا وياكي لحالنا هنيك. لسا ما شبعت منك. أنا مثلك. صار لازم أمشي. لوين؟ رايح المغفر. بس وعديني إنك ما رح تضلي زعلانة. عمران انتبه على حالك لو سمحت، أنا كتير خايفة عليك وقلبي مو مرتاح. ما بدي تاكلي همي منوب. ابني فهميني، انت كيف بتعملي هيك؟ شو الموضوع؟ ليش معصب هيك؟ شوفي مو عرفاني شو عملتي امي،
إذا أنت طلعت من البيت كيف بدي أقنع الباقيين ما يطلعوا؟ فكرت حالي والله عاملة شي عملة. معك حق مزبوط. اسمعي، الوضع ماله منيح أبدا، ولبين ما نعرف من ورا كل هالبلاوي ما حدا بيطلع خطوة برات البيت. ايه؟ وإذا بيطلع حدا فأنت المسؤولة. طيب ماشي ابني. شكراً لك دكتور. الأخبار حلوة كتير خالي. يعقوب طمني شو عم يقول الدكتور. بكرة رح يعملوا العملية، يعني خلص خالتي لا تشغلي بالك، هو من أشطر دكاترة البلد. محمود رح يتحسن ويرجع يفتح عيونه برأيك ابني؟ أكيد رح يصير وضعه أحسن من هلأ. أنت بس خليك عم تدعي له. إن شاء الله. المهم إنه محمود يطيب ويقدر يوقف على حيله، وأنا ما بدي شي من هالدنيا بنوب. حاسس فيك يا خالتي، أنا كمان عندي أولاد. الإنسان ما عنده أغلى من أولاده بالعالم كله. إن شاء الله محمود لما يفيق ما يقلي ليش وثقتي بهالزلمة. أنا بعرفه عقله صعب. خالتي سعاد اطمني، أنا ومحمود رفقات من زمان، من يوم يومنا منوقف جنب بعضنا بكل شيء. رح تدعيلي بإذن الله، أنت ما تقلقي. الله يوفقك وييسر لك طريقك بكل خطوة. تسلمي، وشو بيلزمك ما تخجلي دقيلي فورا، فيك تعتبريني مثل ابنك، وبكره الصبح ان شاء الله بيجي الدكتور وبيعمل له العمليه. انت كمان رح تجي ما هيك ابني؟ طبعا جاي، هالشي مفروغ منه، ومحمود رح يتحسن ان شاء الله. شكرا على كل شي عملته، ما قصرت. خاطرك، الله يشفي. هذا أخوك الكبير يعقوب، هو أخوك الكبير. القدر رجع لي حتى يساعدك. برافو عليك حبيبي مراد، كتير حلو. انجي شايفة قديش اخوكي صاير تلوينه حلو؟ هذا ابني الشاطر. والله انت الشاطرة، عملتي كل اللي بيطلع بايدك يا ست ديما، وبالاخير صار اللي بدك اياه. بهنيكي حياتي، الارادة اللي عندك ما شاء الله قوية. عمران هو اللي راح وجابني. شكران. مبلا مبلا شكران. انا راح اطلع نيم انجي، وانتو فيكن تحكوا براحتكن. رفيف، انتو بأي أوضة عم بتناموا؟ بس مشان أعرف وين نايم إنجي. انتي فيكي تستخدمي أوضتك القديمة، نحن قاعدين بغير أوضة. مراد حبيبي، انت بتكون جعت، شو رأيك نروح ناكل شغلة طيبة؟ هلأ بدي اطلع مع أمي ديما وأختي إنجي. ها، حتى الولد بده إياها. بس يا عمري، انت مو لازم تاكل شي بالأول؟ ابني مراد، لا تزعل ماما رفيف، أنا رح نايم أختك إنجي وبعدين أنا وأنت منلعب سوا. مراد، تعا حبيبي هلأ كمل تلوين، وبعد شوي ماما رفيف بتطعمك شي طيب. خلي انجي هلأ تنام. ماشي موافق. مو معقول، والله ما عم بقدر صدق شو سمعت، فجأة صارت حبابة. البيت مخربطة كتير، كلنا محبوسين هون، ما رح أقدر إشي. أنا آسف.
مفكرني بنت صغيرة لسدك. هلا وقت تطفي انت؟ مو ناقصني غيرك. ما كان يفهم. مراد وقف استنى، بدي جيب لعبتي من الأوضة جوا. بلا ما فوت حبيبي، هلأ أختك إنجي بتكون نامت. شو رأيك نروح نقول لغصون وهي بتجيب لك إياها بعد شوي؟ اتفقنا؟ مراد لا مراد وقف، بس أنا هلأ بدي ألعب فيها. رح أدفع لك مصاري بس هالفترة ما عم بقدر أطلع. ماشي اليوم رح دبرن. استنى مني خبر ولا تتصل فيني لحتى أنا أتصل فيك. إذا حدا عرف بينخرب بيتي. يلا خلينا نجيبها. مراد لا تأخذينا، بده سيارة تبعه وعم بيقول إنه هي هون. وين حاطت سيارتك ماما؟ ماما ديما أنا بدي ضل عندكم هون بالأوضة وبدنا نلعب كلنا سوا. مراد هلأ خليك شوي مع رفيف. ليك أصلاً إنجي نايمة، أول ما تفيق رح نلعب نحن ثلاثة سوا. ماشي؟ موافق. يلا مراد يلا امشي نطلع. اسفين مره ثانيه. سمعت المحقق اللي هددونا ماله نرجع المحمود؟ والله شيء غريب يا عمران، مين بده يكون يا ترى؟ ما بعرف، بس لازم ندير بالنا أكثر من هلأ ورايح، وننبه على أهل البيت كمان إنه ما حدا يطلع إذا ما في شيء ضروري. إيه هيك لازم، وأنا رح نبه الحراس اللي على الباب. حنان لهلأ ما فائت. أنا شو كان بدي بهالشغلة؟ إذا عرفت شكران خانم والله لحتى تجن. سليم كمان ما مبين، الشيطان بلش يلعب بعقلي ليكونوا هدول يعني. شو هالحكي؟ أنا اطمنت من شوي. سليم قاعد مع الشباب يلي على الباب، وحنان هنيك نايمة لحالها. شو عم يصير هون؟ ليش سكتوا بس اجيت؟ فيني أعرف شو القصة؟ ولا شي. أنا بإذني سمعتكن وبالعلامة عم تحكوا عن حنان. شو كنتوا عم تحكوا عن بنتي؟ ولا شي، حديث عادي يعني، تسلاي مو أكتر. احكوا لشوفوا إلا بعملكم مشكلة. حنان طلبت مني إنه تروح تنام ببيتنا، هذا هو الموضوع. أنا ما فهمت، بنتي نايمة ببيتك؟ ليش مسكرة خطها هي؟ سليم خير؟ ما في شي مهم اطمن. عمين عم تضحك انت؟ من الصبح لهلأ ما نزلت التليفون من ايدك، يعني ما عادكن شغل تلتهوا فيه؟ خلصنا بقى. عصب الاخ. حنان افتحي الباب. حنان حنان افتحي الباب، بعرف انك جوا. حنان لو سمحتي لا تصرخي هلأ، الكل اللي بيسمعوكي. انت ما تتدخلي. حنان سمعتيني؟ يلا افتحي الباب. امي شو اللي عم يصير؟ اسكت انت، افتحي الباب بقى. امي شو بكي رح تكسري الباب؟ شوفي انت شو عم تعملي هون. حنان سطحت شوي، انفجر راسي من زحمة البيت. ولك انتي جنتي، معقولة تنامي بهالبيت؟ ليش انتي خدامة يعني؟ شو هالحكي خالة شكران؟ انت لا تفتح تمك، لسانك طولان كتير وراسك كبران كمان بعد ما اشتغلت بالشركة، بس حركاتك هي روح اعملها عغيري. خلصنا سليم، شكران لو سمحتي بكفي. لك اسمعيني شوي، انا يلي طلبت منهم، هنن ما دخلهم حتى تبهدليهم. هاي الدافع عنه امشي. اسمعوني، ما بدي حدا ابدا يعرف اللي صار، انتوا عم تفهموا؟ والا ولا واحد منكم رح يضل بهذا البيت. تعي يلا. امي كندرتي خصوم بتجيبها.
أيوة، هالقطعة وين بدنا نحطها؟ أنا أصلاً ما حبيتها لهاللعبة. معناتها إذا أنت معرفت أنا رح أساعدك لنشوف وين رح نحطها. هاي مكانها. أنجي بجوز تكون فائت، خلينا نروح نلعب معها. أنجي ما صار لزمان نايمة، ماشي؟ بعد شوي بتروح وبتشوفها. يلا خلينا نخلص اللوحة نحنا. بعرف إنه المبلغ كبير، بس صدقني كتير مضطرة. بس يا ديما خانم، إذا ما فيك تدبر القصة لأحكي مع المدير. خلاص رح زبط لك القصة. ممتاز، حاول ما تطول، بس يجهزوا المصاري دق لي. أنت بتأمري ديما خانم. فودي قدامي لشوف. لك اتركيني وجعتيني. كيف بتبهدليني قدام العالم كأني صغيرة؟ ما حلوة بحقي. أنت اللي مبهدل حالك. الله صدر لنعمة ولا ديما شافوكي وقال لك إنها فضحنا. وإذا يعني أنا بعمل اللي بدي إياه، ما حدا دخله فيه. حنان أنا مو ناقصني مشاكل أبدا، ما لقيتي مكان تاني تنامي فيه حطي قطن بأدانك ونامي بأوضتنا. لك والله أنتوا قرفتوني العيشة بهالبيت، كل حياتنا خوف ومشاكل، مليت، رحت لريح راسي مو أكتر. لك يا حنان، حتى عيونك بعيوني وبلا كذب. نعم، من يوم يومي بعرفك ما بتحبي تمرقي من قدام هذاك البيت الحقير. هلا شو اللي تغير؟ لك شو بده يتغير يعني؟ عن جد أنا مليت منكم بقى. أنت معجبة فيه لسليم ما؟ شو هالحكي؟ حاجتك تخبيص بقى.